أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الموريتانية في بداية الحلقة الثالثة من الدور ربع النهائي من شاعر المشاعر في نسخته الثانية. مشاهدينا في بداية هذه الحلقة رحبوا معي بأعضاء لجنة التحكيم وهم الأساتذة الدوه والبنيوب محمد الشيخنة، الأستاذ تاه البتة، الأستاذ زكريا والعالم، والأستاذ أحمد والوالد. ومشاهدينا أيضا رحبوا معي بضيوفنا في هذه الحلقة وهم الشعراء الأساتذة محمد السيدي محمود عضو المجلس الأعلى العلمي في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، والأستاذ أعمر العبدي الشاعر وهو نائب الأمين العام في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. أهلا بكم مشاهدينا. معنا أيضا في هذه الحلقة ثلاثة متسابقين وهم منن واللبنو، أحمد سالك والبزيد، محمد والسويلم، ونستدعيهم الآن للوقوف أمام اللجنة ليحدثنا أيضا الأستاذ أحمد الوالد عن آلية التسابق في هذه الليلة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. بالنسبة للآلية الليلة اللي هي تقدم واحد من المتسابقين لاختيار روي من بين ثلاثة أحرف ولا يقبلهم بالقرعة، يختار منهم روي ويتقدم متسابق آخر أو ربما نفس المتسابق لاختيار بت من ثلث بتوتة موجودين، ليختار منهم واحد بالقرعة، ومن ثم بعد الاختيار لا يعود الموضوع عن قمة الدول العربية المنعقدة في نواكشوط 27/7 من هاي السنة. شكرا. إن شاء الله. إذن ليتفضل أحد المتسابقين لاختيار موضوعات الليلة، تفضلوا. إذن أستاذ أحمد، بالنسبة للبت والبتيت التام اللي تم اختياره من طرف المتسابقين، وبالنسبة للموضوع القمة قمة الدول العربية، وبالنسبة للراوي هو الياء. إذن موضوع التسابق الليلة البت والبتيت التام والراوي هو الياء، والموضوع هو موضوع القمة العربية التي ستنعقد في بلادنا لأول مرة في هذا الشهر في يومي 24 و25 من الشهر الجاري. الآن بالنسبة لعدد التيفلوات شلهم؟ عدد التيفلوات بين 8 و10، 8 إلى 10 تيفلوات. جيد. حركة بالنسبة لحركة الياس سولوني عنها المتسابقين، ذاك أنتم أحرار فيه. التوقيت؟ توقيت 20 دقيقة. الآن ذهب المتسابقون إلى قاعة التسابق ومعهم موضوع التسابق الليلة والروي والبت، وخلال ذلك خلال 20 دقيقة سنحاول ضيوفنا الليلة وهم شعراء استضافناهم بمناسبة دخولنا في الشهر شهر يوليو الذي ستنعقد فيه القمة العربية التي ستنعقد في نواكشوط لأول مرة. معي الشاعر محمد السيدي محمود عضو المجلس العلمي في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. وبالمناسبة مشاهدينا نبارك لأعضاء لجنة التحكيم لانتخابهم في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، بالنسبة للأستاذ العميد الدوه البنيوق نائب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وبالنسبة للأستاذ محمد الشيخنا انتخب أمينا للمالية في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وبالنسبة للأستاذ التاه البتة انتخب عضوا في المجلس العلمي لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وبالنسبة لشاعر مليون شاعر في نسخته الأولى وعضو لجنة التحكيم في هذه النسخة الأستاذ زكريا والعالم انتخب أمينا للشباب في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، أما الأستاذ أحمد الوالد فقد انتخب أمينا عاما لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين.
إذن نبارك للجنتنا انتخابهم في هذا الاتحاد وهو اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، أكبر مؤسسة يتبع لها الأدب في موريتانيا، بلاد الأدب والشعر. معنا ضيفنا الأستاذ محمد سيدي محمود. مساء النور. أهلا وسهلا، مساء الخير. ما دام موضوع التسابق الليلة هو القمة العربية، ونحن أيضا مقبلون على القمة العربية التي تنعقد في نواكشوط في هذا الشهر، أولا أسألك عن علاقة موريتانيا بمحيطها العربي، عن متانة تلك العلاقة، عن معالمها، عن يعني كيف تتجسد تلك العلاقة تاريخيا؟ في بادئ ذي بدء أشكر هيئة شاعر المليون شاعر على هذه الاستضافة في النسخة الثانية. وتعرفون أن موريتانيا هي بلد من أعظم البلدان العربية وألصقهم بالموروث الثقافي والشعري العربي الأصيل. هي بلد مكرم من هذه الأمة ويحسب له حسابه، وهي تستضيف الدول، قمة الدول العربية، القمة 27 في هذا الشهر إن شاء الله في نواكشوط، حيث تزينت العاصمة لاستقبال الضيوف. تعرفون أننا نملك أوراقا كثيرة لا يملكها بعض الدول العربية، فنحن فمنسوب الموروث الثقافي الشعري يرتفع في هذه المنطقة، حتى سمينا ذات دهر ببلد المليون شاعر. وتعرفون أن الشعر ظل حاضرا في المناسبات الوطنية الكبيرة، ليس على مستوى الوطن العربي فحسب، وإنما هذه ميزة إنسانية للشعر. ففرجيل وهوميروس في اليونان، وكذلك إيطاليا الآن مدينة لدانتي ولغته التي وحدت إيطاليا، وكذلك الشاعر الكبير أبو بكر بن عمار حمل ألفونسو على الرجوع عن الإطاحة بإشبيلية بأبيات من الشعر وبهزيمته له في لعبة الشطرنج. إذن الشعر ظل حاضرا في الذاكرة العربية، وموريتانيا هي بلد المليون شاعر وهي قادرة على استضافة هذه القمة، والشعر سيكون ملح هذه القمة باعتبارنا لاصقين جدا بالقضايا العربية. لمين العام استاذ محمد، وعفوا على المقاطعة، لماذا نحن بلاد مليون شاعر وقد أطلق علينا هذا اللقب في أواخر ستينات القرن الماضي؟ إذن عرفنا بالشعر قديما، يعني بعد إنشاء الجامعة العربية بعشر سنين تقريبا أو 15 سنة، إنشأت 45. لماذا لم تعقد هنا أي قمة عربية قبل الآن؟ القمة على قدر الطموح. هذه المناسبة الكبيرة تأخرت جدا، حتى قيض الله لها من الأسباب، بحيث أصبحت ستعقد في هذا الشهر. وهذا حدث هو بامتياز الحدث الكبير منذ نشأة البلاد، هو أبرز حدث عرفته بلادنا وهو استضافة هذه القمة. أول قمة دولية تعقد، ولو أنها دورية إلا أننا كنا نتأخر ونتلكى ويقفز علينا، يقفز بالزانة، يقفز بالزانة علينا إلى دول أخرى، لكن آن الأوان أن نضع الثقة في أنفسنا وأن نستضيف قمة عربية ستكون من أعظم القمم إن شاء الله، ستكون من أعظم القمم. تعرفون أن موريتانيا على مسافة من كل الدول والأنظمة العربية، صحيح، صحيح. أي أنها ليست منخرطة في حلف معين، صحيح. وبالتالي هذا يؤهلها ويعطيها أرجحية كي تستضيف القمة العربية على أحسن ما يرام. السيد الرئيس، السيد الرئيس محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية، أصر على أن تعقد القمة العربية هذه المرة في موريتانيا، على ما بنى إصراره برأيكم؟ على أن هذا الشعب يستحق أن يستضيف قمة عربية، وعلى أن هذا الشعب يتكئ على ركام من تجارب قرى الأضياف
فقرى الأضياف في الموروث الشعبي هو موضوع كبير، وموريتانيا قادرة حتى ولو قال رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أننا سنستضيف هذه القمة حتى ولو تحت الخيم، هي مقولة تبرز الإصرار صحيح. على أن نستضيف. نحن كنا قد عقدنا أول مجلس وزراء في موريتانيا عقد تحت خيمة، هكذا بدأ المختار الدادة. العرب مرتبطون بالخيمة وبالعمائم صحيح. فالخيمة هي مكون أصيل، وكذلك مفردات التي تعبر عن الخيمة هي مفردات كثيرة جدا في اللغة العربية، الطنوب، الأوتاد، إلى ما إلى ذلك. فالخيمة الخيمة العربية معروفة في التقاليد العربية، والخيمة هي مكان قرى الأضياف في الجزيرة العربية والصحراء المترامية الأطراف. أستاذ محمد، نعود إلى وسط الدائرة وإلى الأدب، إلى الشعر خاصة، كيف نوظف الشعر لإنجاح القمة العربية؟ يعني ما دور الشعر في إنجاح هذه القمة التي نحن مقبلون عليها؟ كما قلت الشعر لصيق بالمناسبات الكبيرة. تعرفون أن أبا تمام هذا الذي استقدم من سوريا إلى الموصل خلد الموقع الشهير موقع تعمورية بقصيدته الشعرية البائية، فكان الشعر حاضرا في هذا في هذه الواقعة مما أعطاها قيمة مضافة، صرنا نحن نتمثل لو كانت الوقعة وقعة عمورية غزا المأمون عمورية وانتصر للمرأة العربية فقط لانتهى الأمر، لكن هذه القصيدة هي التي مكنتنا نحن من أن نستأنس بهذه التجربة وأن تكون تجربة خالدة. يعني دور الشعري هو دور تحفيزي ودور إعلامي، هو دور تحفيزي. أستاذ محمد، الآن مع حضور الأدوات الإعلامية الأخرى البديلة للشعر، تعلمون أن الشعر كان هو إعلام العرب قبل أن يتكون الإعلام ويتجسد في حالته الحالية. الآن بعد أن تكون إعلام آخر مستقل عن الشعر، وبدأ الشعر ينفصل ويبتعد عن الإعلامية بين قوسين، ما دور الشعر الآن في إنجاح هذه القمة؟ هل يبقى الشعراء في بيوتهم مثلا؟ يعني ما دور الشعر في هذه القمة؟ الشعراء قادرون على حشد الدعم للقمة العربية وعلى الترويج لهذه القمة، فالمجتمع العربي هو مجتمع كلمة، أي أن الكلمة أساسية في المجتمع العربي، فنحن بلاد كلمة، والكلمة كما يقال قد تهوي بالمرء 70 أو 80 خريفا، ولكنها قد تجعله في من علية القوم كذلك. فالشعر قادر على الترويج وحشد الدعم للقمة العربية، وسيكون كذلك إن شاء الله. أستاذ محمد، نحفظ من ذاكرتنا الشعرية العربية في موريتانيا بعض القصائد التي لها علاقة بتعريف الهوية الموريتانية العربية، مثلا لأحمد العبد القادر موكب النور هل ترى من بعيدي وجه مشتاقك الحزين العميدي، ولكابر هاشم وخاص هو يخص يعني يفتخر بالشعر في موريتانيا، شنقيطو أرض شنقيطو مجد تلالا بين العصور وطالا، والشعر ينبت فيها بداهة وارتجالا. أريدك أن تزودنا ببعض النصوص الشعرية من ذاكرتك الشعرية، وسنقفز الآن على يعني شعركم أنتم، سنؤخره إن شاء الله، من الذاكرة الشعرية الموريتانية أن تستحضر لنا بعض النصوص التي تعالج الهوية العربية الموريتانية. يعني حشرتني في زاوية عندما حشرتني بين الكبار. أنا شخصيا كتبت قصيدة في هذه القمة، لا أريد أن أذكر جميع أبياتها، لكنني سأستأنس ببيتين أو ثلاثة من هذه القصيدة. والشعراء الموريتانيون سطروا انتماءهم في شعرهم العربي الأصيل منذ قديم الزمن وحتى اليوم. أنا كتبت عن هذه القمة: أهلا وسهلا بكل السادة العربي، بإخوة الدين والتاريخ والنسب، شنقيط شدت ركاب العرب قاطبة تخب نحوك من صوب ومن حدب، جاءوك للقمة الميمون طالعها،
حقا ستخلد ذكراها مدى الحقب، لئن تكن قمم من قبلها انعقدت فإن في الخمر معنى ليس في العنب. شكرا. جميل جدا. شكرا لك. أستاذ محمد، بالنسبة للشعر في موريتانيا، يعني دور الشعر في موريتانيا يقولون إنه تراجع في الآونة الأخيرة، الشعر العربي خاصة. بالنسبة لك، وهذا سؤال يعني نفعي بين قوسين بالنسبة للشعراء، هل ستضيف القمة العربية بالنسبة لك للحراك الشعري أو الحركية الشعرية في موريتانيا شيئا؟ القمة العربية ستكون رافدا للشعر، يستحث القوافي ويستحث الروي، ولو أن الشعر لم يموت. صحيح أن الوقت صار لصالح الوسائط الأخرى، وإن الشعر يقال إنه تراجع شيئا، لكن الشعر لم يتراجع، وستبقى فسحة للكلمة، أو يرث الله الأرض ومن عليها، ستبقى الكلمة خالدة، وبالتالي فإن الشعر سيبقى في مواضيع معينة. أنت تعرف أن التكنولوجيا لها استخدامان، قد تستخدم في الشر لكنها قد تستخدم في الخير أيضا، فالمفاعيل النووية قد تستخدم في الخير وقد تستخدم في الشر، لصنع القنبلة أو لإصلاح الزراعة وتطوير الزراعة. هنا يتدخل الشعر وتتدخل الفلسفة لكي تحث الإنسان على أن يتجه إلى ما فيه مصلحة الإنسان، والشعر سيبقى كذلك، على غرار ما قال أبو تمام حين قال ولولا خصال سنها الشعر ما درى، بغاة المعالي أين تؤتى المكارم. سيبقى الشعر خالدا إن شاء الله. بغاة العلا، بغاة العالي أين تؤتى المكارم. أنا سأقول ولولا خصال شنها الشعر ما درى، بغاة المعالي أين تؤتى المكارم. نعم نعم، جميل جميل جدا. ومتابعينا، ندرف الآن إلى ضيفنا الثاني في حلقة الليلة، وهو الأستاذ عمر العبدي، نائب الأمين العام في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. ونسأله أستاذ، مرحبا بكم أولا. يقال إن موريتانيا في ملفها المقدم إلى جامعة الدول العربية، مقدم للانضمام في الستينات بعد الاستقلال، أنه كتب عليه بيتان، إنا بني وطني، طبعا صحف أحدهما، إنا بني وطني دلت فصاحتنا أن إلى العرب العرباء ننتسب، إن لم تقم بينات أننا عرب ففي اللسان بيان أننا عرب. بالنسبة لك، كيف خدم الشعر موريتانيا للانضمام إلى الجامعة العربية يعني في الستينات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبي الكريم. الشعر هو إحدى ركائز الهوية، به تجسدت هذه الهوية العربية الأصيلة، وموريتانيا ليست بحاجة إلى من يعترف بها، هي لم تكن هامشية قط، وإنما كانت مركزا وقطب الرحى يجري ذلك في عرقها وفي دمها، وحس بداهة ولا يحتاج إلى دليل. لكن كيف خدم الشعر موريتانيا للانضمام إلى الجامعة العربية؟ كما قلت لك إن الشعر هو رسالة، والكلمة بشكل عام في البدء كانت الكلمة، وفي النهاية ستكون الكلمة. نعم. والكلمة قد تكون أشد مفعولا من الصاروخ وطلقات النارية، كما يقول القوم عن قصائد محمود درويش. طبعا الكلمة لها تأثير قوي. نعم. والشعر قطعا كان رافدا. نعم. نعم أستاذ عمر، موريتانيا كانت قبل الاستقلال كانت معروفة عند الدول العربية، قبل أن تكون دول عربية دولا يعني بالمنظور الحالي، كانت معروفة عن طريق علمائها وأعلامها ودبائها وشعرائها، كانت معروفة في مصر، كانت معروفة في السعودية، ومعروفة في المغرب العربي بشكل عام. أريد مقارنة بين موريتانيا قبل الاستقلال وموريتانيا بعد الاستقلال إزاء محيطها العربي. دعني أحدثك شعرا، فقد طال محمد سيدي محمود الكلام النثري وأجاد وأفات، لدي مقطوعة شعرية هي عبارة عن بطاقة تعريف موريتانيا وسأقدمها، ستكون هي جواب على سؤالك إن شاء الله. جيد، تفضل. هذا هو حديث كما يقول حديث الشنقيط شذ البوح. عرف الفتوة من ذاتي ينتشر، فينفح الكون أطيابا وينهمر،
وتمرح النفس في معراج صحوتها كأنها دمنة قد مسها مطر. جميل. تهفو حنينا إلى ماض أضاء به نور الحقيقة والإيمان والوطر. أيام كنا من الدنيا ذؤابتها لا يستبد بنا تيه ولا بطر. تمضي بنا سفن التاريخ في دعة ومجدنا بمداد النور مستطر. رفيقنا العلم في حل ومرتحل والعزم والخلق المحمود نأتزر. تنفس الكون من تاريخنا عبقا وذاب في حبه البادون والحضر. يلفنا وظلام الليل منسدل نور من الله فينا ليس يندثر. تغشى السكينة منا كل جارحة إذا تداعت إلى أسماعنا السور. سقيا لها دمنا شاد الأبات بها للمجد صرحا به الأجيال تفتخر. أظلنا من نداها عارض هطل يحيي خراب المنى فينا فتزدهر. وينبري لقريض الشعر سامرنا يا حبذا الشعر والسمار والسمر. عهد من الصلوات البيض ظل لنا فيه الخشوع وفيه اليمن والظفر. فيه الفتوة في أبهى مظاهرها والأرياحية لم يطمس لها أثر. وفيه ما فيه مما لو أبوح به لم يسعف الحبر والقرطاس والفكر. جميل جدا. ويحق لنا أن نستنشد وننشد كرر على نازح شط المزار به حديثك العذبة لا شطت بك الدار. مشاهدينا نشكر باسمكم ضيفينا الأستاذ محمد والسيدي محمود عضو المجلس العلمي في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وأعمر العبدي نائب الأمين العام في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. وندرف إلى الأستاذ العميد الدوهل بنيوك الذي عنده كلمة باسم رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. وصفته هو في الاتحاد أنه نائب رئيس الاتحاد في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. تفضل أستاذ. كلفني رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين المنتخب الدكتور محمد دول الحضانة بإلقاء كلمة في هذا البرنامج في هذه الحلقة في هذه النسخة الثانية من برنامج شاعر المليون شاعر. يحيي من خلالها الشعب الموريتاني حكومة وشعبا، يخاطب فيها جميع الموريتانيين ويهنئهم بعيد الفطر السعيد، كما يهنئهم بأجواء انعقاد أولى قمة عربية على أرض العروبة على أرض الإسلام على أرض الضيافة على أرض العطاء أرض الشعر والشعراء أرض الهمم أرض الفتوحات أرض الفاتحين. فأحث جميع الموريتانيين على استقبال ضيوفهم بكل ثقة وبكل وحدة وبكل انسجام وبكل لحمة. فالحدث هو مكسب عظيم لكل الموريتانيين سواء كانوا في المعارضة أم في الموالاة أو فيما بين ذلك. فكل الموريتانيين اليوم فخر واعتزاز، وكل نواكشوط وكل مدينة في موريتانيا هي الآن تفتخر بعروبتها وتلبس حلة المجد حلة الخيلاء حلة الكبرياء حلة الكرم حلة الضيافة حلة الشعر والشعراء. والسلام عليكم ورحمة الله. إذن مشاهدينا أنا أعود لكم بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الموريتانية في الحلقة الثالثة من الدور ربع النهائي من شاعر المليون شاعر في نسخته الثانية. مشاهدينا نستقبل الآن المتسابقين الثلاثة وهم منن واللبنو أحمد سالك والبزيد محمد والسويلم بعد انتهاء الوقت، ولكن نستدعي أولا
المتسابق محمد ولسويد من المثولي أمام اللجنة. ونذكر مشاهدينا بأن الجوائز في هذا البرنامج هم 1,000,000 أوقية مقدم من وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، و500,000 أوقية مقدمة من طرف الموريتانية التلفزة الموريتانية، و300,000 أوقية مقدمة من طرف ريغاتور بي سي دي ترافل، و200 أو قيمة 200,000 أوقية من الكتب النفيسة مقدمة من طرف مكتبة القرنين 21 و15، وسجادة منمقة ومزركشة تحمل شعار البرنامج مقدمة من طرف الموريتانية للنسيج ماتيس. الآن يتفضل المتسابق لإلقاء مشاركته على لجنة التحكيم. إذن قبل المتسابق أود أن أهني البرنامج وأهني اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وأهني الأمة الموريتانية بهذا الوجه الإعلامي المميز الذي انتخبت وقاعة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين في المؤتمر العاشر لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بشبه إجماع كأمين تنفيذي مكلف بالإعلام وهو الأستاذ محمد فال ولسيدنا، فله منا حر التهاني والتبركات. شكرا جزيلا، نعتز بكم أستاذ العميد. تفضلوا. محمد أو تش واسعة تسابق الليلة؟ بس اللي قعدت أنا هزمته لأن وصي أحمد الوالد أنه حاج بعدي نسيت ما قلت هل وعدت مشاركة؟ أنا لا عدت ما عدت مشاركة؟ ايش عدت؟ ما هو خالد اللي قعدت سنين في الوقت تو اللي قعدت في فرق الوقت تو. اذا ذاك يتفضل شي التحكيم يقول لك في ذاك القايل. تفضل. حمد كيف الحال؟ ياك لباس ما شاء الله ياك خير ياك معافي ما شاء الله. هذا الشيء عادي تبارك الله، ما هو كبار من قدو باللي الجمهور واعضاء لجنة التحكيم والحضور يعرفوا مستواك تبارك الله، ولا خالك حد ما يعرف انك مقني دارك لان نطلبوا نحن منك انت بما انك فتين وقفتي وقفتي انك تحكي لنا نص نقناك نعود ونسمعه وقرب هنا مودي حتى انا قرب هي التعزيه ما شفت طريقك وصديقك ما شفته خرصت طريقك وصديقك تناظر سيقك فلان ويتمونك دخليك ووسك صبرك تم وسيقك لذاك صبرك زين عليك وكرتور الشيخ فريقك لحقك تتناظر مشيك امسح دمعك وصر طريقك وحيلاتك تلفها ليك باش تعود نهار في قومك جاي تهاليك وذا كافيك تبشر بيك وقومك يومك ماشي يظهر فيهم مشيك. شكرا الله لي مزين هذا. إذا لجنة التحكيم تكتفى بهذا النص. إذا مشاهدينا نستدعي الآن المتسابق الثاني في حلقة الليلة وهو أحمد سالك والبزيد. شو ما سيح لباس تياك ما خليك اللي خليك محمد دو لا حكما ها؟ لا حكم. قرب شوية أنا لا ما أخرج لي غير بعد هي شنو؟ لا جبت شي هون؟ هي جبت شي مثلا ما راك تراضي عنه حتى. تفضل معاك لجنة التحكيم تقول لك ذاك اللي يقول لك. استقبل الشعب بكل العرب فر وذاك يجلوا. والتاريخ يشهد له بل وبل الكرم ورافد راي للتعاون هم وجلوا في التعاون والهداية شور والهداية شور خير ياك يولوا للصواب ويك رواية. أحمد سالك شحال؟ إن شاء الله. طلع خلطوا لنا في مسلتين لين يخلطوا في رجاج الله مثل ما قد يتعامل مع الناس واحدة ما قد نقرأ واحدة من قريت من التمول لغلبنا مستقبل الشعب كل العرب ده شنو معناه مستقبلهم مستقبل الشعب الشعب الموريتاني هي مستقبل ما مستقبل ذاك مستقبل الشعب كله العرب فر وذاك يجلوا وزين والتاريخ شهد له بلو بلد الكرم التاريخ شهد له بلو بلد الكرم فسر لي شهد عنه توه بلد الكرم التاريخ شهد له بلو بلد الكرم ما نعرف غامض معناها غامض اللي واعد تبيه ما عبرت عنه بشكل جلي وحتى ما اللي ما قدرت تشرحه لنا بشكل مقنع رافض راي للتعاون هم وجلوا في التعاون والهداية شر الحق ياك يولوا الصواب وذكر
أي تفريط تعب ذكرها ضعيفة، كلمة ضعيفة تعرف أنت بكلمة غني تعرف عنها لا اشتغل النص لا 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 ارتبك حتى إذا ما قد يوصل الفكرة اللي يعبر عنها والله من ما هو فاهم اللي يتكلم عنه شنو والله والله ما نبي خلطونا سنتين أتمنى لك توفيق. أحمد سالك مساء الخير. مساء النور. مستقبل هذا الشعب بكله العرب فروا ذاك يجلوا ذاك يجلوا اللي هو الشعب موريتاني. لك ما هو دقيق حتى التاريخ الشهد له بلو بلو بل الكرم وراه بدراية والتاريخ الشهد له بلو بل الكرم التاريخ ما عنده بل ما ينقالوا التاريخ الشهد عن بلو اللي هو الشعب ما هو اللي هو التاريخ حنيني تقلت التاريخ الشهد له بلو التاريخ الشهد له بلو بل الكرم بل ايش هو بل الشعب ما قلت انه بل الكرم ما يقدروا بل الشعب بل الكرم ما فهمت بعدين شفت تاريخ شهد عن بل توه بل الكرم انا اللي تروق انت اللي همك تعبر عنه اصلا فاهم انت اللي تقول عن التاريخ انه شهد الشعب الموريتاني انه بل الكرم ما له حد ما له ولا دور لا ابو ماني ضابط يلا استطيع ضابط خلاص تاك الله لك توه دير يلا تعود ضابط يلا جيون لا ضابط حد ما ضابط ما يلا يدخل المسابقات يغال على كل حال شو ها انتبه لي شوي شفت احنا على كل حال احنا انا شخصيا جدي في النوع من الامور ولا مثلا ما همني فيها ضحك كثير هذه الله لعنك تلك تتروق انك تقول عن التاريخ الشهيد له اللي هو الشعب الموريتاني عنه بل الكرم ما له حد حق ايوه وقلت لك صح التاريخ الشهيد له بلو بل الكرم بل هون لولا عاد ما عنده معنى باللي عادت عايده للتاريخ والتاريخ ما ينقال له بلو بل الكرم ولا في درايه بل الكرم ولا في درايه اللي هو اللي راه في درايه من هو اللي راه في درايه؟ لا دار الشعب موريتان للتعاون ايش؟ للتعاون هم جلوا في التعاون هم جلوا هي انا جلوا همي هي جلوا هي ايه زين 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 التعاون هم جلوا معناها اكثرية الشعب مثلا انه زين 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 في التعاون والهداية على كل حال مثلا التعاون يا اخوي عليتها عجلان ذيك مرت عن اعلن القريح عنها مثلا ما كانت مثلا موافقة حتى في هذا غير بعد على كل حال عادي تكرار لا يعود مهم بالتعاون والهداية شعور الحق إياك يولوا من هم اللي يولوا صح؟ دارهم العرب ما قلتها لنا زاد مل ياك يولوا للصواب وذيك رواية ذيك رواية على كل حال مثلا تخلط معاك للياي في الحقيقة خليطة مانعة وعلى كل حال بعد نص لا لباس مثلا من قد المعنى اللي هو روح القمة العربية والتعاون العربي على كل حال بشيت فيه إطاره يا غير أثرك على مستوى النص شكرا أحمد سالك والبزيد واضح عن شياطين الشعر الهنوبة مصفدة والقاع اللي عاون هذا النو اللي مرقب الليلة إن شاء الله نو الخير ونو البركة ونو بشائر الخير علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية مستقبل الشعب كله العرب ضر وياك يجلوا ما جاء ما خسر ليش والتاريخ يشهد له بلو بالكرم الرافد الوراي كنت تقول التاريخ يشهد عن بلو بل الكرم الرافد راي للمجد وصايع محتلو فهمت وتمشي ذاك النوع من المشي كاش ومن الحلو بتلو وتملي انت تتعقب مولي تقول بروك الشرف على ظلو
لكل بداية كاش أنت عقب تقولها نهاية والله. غير بعد مهم عنا عنك حاولت قدر الإمكان عنك تعصر القريحة لين تجيب منهش. إيه هو المهم؟ مهم أنك تجبت ثمتي الواتم من البداية التام براوي محدد والمحتوى حاول تملي تجيه من هون ومن هون كيف قال الصيد الفايت ولا ما قلته بعد يجيه من هون ومن هون ومن هون. حاولت لكل مجتهد نصيب ما أمرك تعليم الراوي وكان ملي تعاطيك معالج تحكي في قدر ملي ما قد ما يخلق له. انت قلت ثمنتي في الواتن وجبتهم في الوقت وحافظت على الموضوع وحافظت على النسق وانت ملي ما فيك عظام انك تقول شي زين. ونقول لك انا عنك من الشباب الواعدين تجربتك واعدة ومشروع بدع وماشي قدام ان شاء الله ودرت عقب تقول شي. شكرا جزيلا. احمد سالك تشحر فيك ما شاء الله أخير. لقد اضحكت انا واضحكت الجمهور اضحك الله يسنك. انا في البدايه معتذر للمتسابقين عن قد عود شويه قوه الموضوع لذه وليهم هم اللي طابين عليه موضوع وليد اللحظه معتذرين لكم عنه وبالتالي نعرف عن ذاك الدي كان يجي في اقراض اخرى اللي انطرحت يا لكم تجيبوا معكم اللي تجيبوا قطعا بنفس المستوى بهذا الموضوع لذه بيلي موضوع عربي ما هو شبه هو كان يعود مطروح في الشعر العربي بدلا من الشعر الحسن ونص نص من البتي التام قطع عنه في الشروط موجودة في كاملها وأرجو لك التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم. انطلاقا من هذا اللي في التسمعة السابقي حصلت عندي بالمختصر المفيد ملاحظة اختصرها لك عن الطلعة عنها من ناحية تماسك والله وضوح المعاني والمقاصد فيها ضعف ومن ناحية الشكل سليمة. شكرا. شكرا. أحمد سارك شو ما سمعت قالت لك اللجنة كنت متوقع والله كنت متوقع التعليقات والله الله متوقع إن شاء الله الصعود لا قد أقولك أنا كنت متوقع هذي اللي قاعمة كنت متوقع شي فوق والله شتحت والله ماني ضابط يبو تقع مالك ضابط شي بسم الله الرحمن الرحيم رافقتك السلام تفضل أحمد سارك. مشاهدينا نستدعي المتسابق الأخيرة في حلقة الليلة وهو المتسابق الثالث الأستاذ منن واللبنو. منن بسم الله الرحمن الرحيم مساء النور مساء الخير شو ما سمع موضوع القمة العربية لا لباس لا مش من الحمان بعد ولماذا لماذا الشعراء المغنين خارج شنو الموضوعات يقولوا عنهم ما يصحوا لهم يصحوا للشعر الله يطوعوهم حسب 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 طليص يدي رقاج وطليص اخلاقه في ذي الله يعد تفاصيل يدي ما هو تفاصيل يدين حسب طليصه هو على غرض يعود حد مطلوص على غرض وكل موضوع مطلوص على غرض وقال احنا خايفين منه مطلوص على غرض ومعناه مخلي بينه هو وقريحته ذاك يعني يعود مقيد بالراوي وشوخرته مقيد بالوقت ولا مقيد بالراوي ولا بالبت صحيح اذا تفضل مشاركتك تفضل مشاركة تقول العرب كان اليوم تنداو على حال جوبيه وجاو هون مجيهم فينا اللي راهو موجب والشعب ملي راي موجب لتمرحيب ويسواه هما ذاك ملي وراي على ذا الشعب اللي يهتم بحاله يمشي تيم الشاي الكرام اللي يعرف ويتم مرحب بالماشي الجاي. تفضل يا شيخ التحكيم. اذا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم. انا بدايه ملاحظ عندي ملاحظه بعد اول ان هي طلع احسن قطعا من النص اللي سبقها للاقل لان سبقها في الحقيقه لا نص واحد. عندي فيها ملاحظات طبعا في اغلبها ايجابي. اولا انها انكتبت بطريقه الطريقه اللي يكتب بها اللي قال له ادب الفاصله وهو ان يعود المعنى لا ينتهي بانتهاء لا ينتهي بانتهاء تاف الويت وانما تتداخل المعاني بين التيف الواتن وهو ما يمكن القارئ من قراءته بطريقه قد يفهم المتلقينها ما هي موزونه. كيف نقولوا العرب كان اليوم تنداو على حال جوبيه وجاو هون
نجيهم فينا اللي راهو موجب والشعب اللي راي موجب لتمرحيب ويسواهم ذاكم اللي وراي على ذا الشعب اللي يهتم بحاله يمشي تيم الشاي الكرام اللي يعرفه ويتمي مرحب الماشي والجاي. معناها انها كتبت بالنسبة لي بطريقة كتابة دول الفاصلة واللي هو كان معروف عند محمد الباقة، ودائما تعدلوا الناس اللي طويل نفسها في الكتابة ولا يخلق لها الراوي مشاكل. المسألة الأخرى عن وفق الشاعر في أنه يقدم نص سليم السلامة شبه كاملة من العيوب الشكلية ومن العيوب في المضمون. معناها أنه على كل حال جيد شكلا ومضمونا. استغربت أنا فقط أنه هذا الإخوة الثلاثة أنهم هذا روي الياء اللي فيه نوع نحن من يحدوا الحرف ما نحدوا طبيعته، معناه كانوا يا مسكن كانوا يا مشدد كانوا يا مفتوح، فيه يا كثيرة في الغناء وهي الياء المشددة هي العربية الإسلامية كذا. هذا راوي كثير ولا قبض منهم حد، وهو يشفع دائما للناس اللي تجبر راوي في المسابقات من ذا النوع لأنها تتكلم بالسيابية مطلقة وتتكلم وتنظم كما لو كانت لا تتقيد بأي قيد وزني. هذه المسألة الثانية. أنا هنا ألفت الانتباه لملاحظات بسيطة في داخل النص أن نختار نعرف هم العرب كان اليوم تنداو على حال جوبه وجاوهم وين من هذا. هذا جيد. مجيهم فينا براو موجب أن نختار فينا هذه نشوف مع المتسابق كان يعني هو مرق وقضي تشني. أنا قريتها قراءة أمولية طويلة يا غير قضية بسيطة لأن نشرحها لك بكل بساطة لأني قاعد أصلي ما أجبرت لهذا الوقت لأني نقولها بالتالي معناها أني قد نشرحها بسرعة اللي قلتها بيها. معناها هم العرب جايبتهم رواية هم فهمتوا ذا الموجب اللي جايبهم هم فينا نحن، معناها جايبهم عنهم يعرفون أن كرم الناس يعرفون أن متعدلين يعرفون أهلا لحد مدد جين فهمتوا، بالتالي هم راهم موجب فينا عنهم يجون لو كانوا راهم موجب لشي خاسر فينا يعدلوهن وقال راهم موجب لشي صالح فينا وجاون. مجيهم فينا لو راو موجب مجيهم لو راو موجب فينا مجيهم فينا راو موجب لمجيهم فينا راو موجب لمجيهم. جيد أولين تخطاه الشعب هم اللي راي موجب لتمرحيب ويسواهم ذاكم اللي أنا بالنسبة لي هم هذه كانت قد يتم الاستغناء عنها طريقة ما طبعا بحكم الوقت قد يعود موجب لتمرحيب ويسوى وذاكم اللي طبعا ما لي طبعا قاعد أرجع أنا لا تقد جيبهم يسوى وموجب لتمرحيب واللي راي موجب لتمرحيب ويسوى وذاكم اللي طبعا وراي على الشعب اللي يهتم بحاله يمشي تيم الشاي الكرام اللي يعرف ويتمي مرحب الماشي والجاي. قلت لك هون صار ملاحظة بسيطة لا لترفيه وتو على الشعب اللي يهتم بحاله من دراي كان نقول يمشي تيم الشاي والله يتمشى تيم الشاي كامل ينقال يمشي ويتمشى تيم الشاي يمشي تيم الشاي ماشي الكرام اللي يعرف ويتم يمرحب بالماشي والجاي. طبعا انا ملاحظ انك هون وزنت بحرفين نقر القاف قلت تعود قاع معناك طارح لقبال نية اللي هو على الشعب اللي يهتم بين يهتم هي ويتم وطبعا استخدمت هذا الواو اللي فعلا قد يعود استخدامه الساهم في عن طلعة تجي بشكل سلس اللي هو هذا الواو اللي تقريبا يقارب الضمير اللي تناداو جاو راو بالمختصر المفيد. أنا الطلعة بالنسبة لي جيدة وشكلا ومضمونا وموفقة توفيق كامل. شكرا. منن مرحبا كيف الحال يا كباس؟ ما شاء الله الحمد لله. منن هذه طلعة ما يقدر يقول لك حد يكون عنها واقف عن الكلام. الله يسلمك. هذه طلعة حقيقية.
طلعاء من بتيت التام جابت للي دور لجنة التحكيم بكل فراحة يخاق الفراحة في ذلي دور الرجاج. هذا ما معقول. لكن عندي شوي هذه ولا بعد عسة الملاحظة كيف أحمد أنا وأحمد ياس عن الملاحظة هذه يمشي تيم الشاي لكرام اللي يعرفوا يمشي تيم الشاي لكرام اللي يعرف تعود في الكرم اللي يعرف زين عندي تعود في الكرم اللي يعرف ويتم غير الكرام الكرم الكرم مسألة مطلقة على حالها فهمت والكرام رواية لا يتعدل أنت ولا رجاج ثاني الكرم سجية فيك أنت من نفسك والكرام فعل لا يتعدل أنت يا غير هو هون واخذة فيها عايدة هي واخذة فيها هون عايدة بحالة يمشي تمشي الكرام هو عاد هون دماشي الكرام لك فهمت عاد دماشي هو ما هو الماشي والماشين هو تمشي يا رطوة يعود ممشي فيه يمشي تمشي الكرام اللي يعرف الكرام هو دماشي على كل حال النص جيد يسوى فيه تيم الشاي الكرام ويسوى مودي فيها الكرب على كل حال وبعد زين شكرا من ياك لباس العرب كان اليوم تنداوى على حال جو به فاصلة وجاوه فاصلة أخرى نجيو فينا الوراء موجب فاصلة مولي والشعب مولي راي موجب للمرحيب فاصلة ويسواهم ذاك ملي وراي علينا الشعب اللي يهتم بحاله ومشي تمشي الكرام اللي يعرف ويتم مرحب الماشي الجاي هذا ما يقدر قلبي الزين هذا زين رانا قاع ياسر من الناس ولا شو من الناس اللي مشقلنا الاطناب الثناء على المتسابقين اللي يقولوا شو زين غضب الله متسابقين ما يغرب الله ولا قالوا شيء ما قد قال من اللبن لا قد يقول طلع ما قد قال له لبن الاخرين وعاد يلغنا ما هو حكر على حد معين ولا حكر على جماعه معينه ولا فتره معينه هذه طلع من اللغن الحقيقي وانا بعد قايلها من اللغن الحقيقي ملاها اولا واضحه انه عنده خلفيه ثقافيه قد يعالج بها النوع من المواضيع باللي موضوع شوي لا بد من درجة شوية من النخبوية يعني ضاح الملاهي اللي يتكلم عنه اتحاد العرب والبعد المالي الأخلاقي لهذا البلد وعنه بلد مضياف وعنه يالله مثلا يتم حافظ على ذاك المجعل اللي كان بيسلم هذا جيد كامل الملاهي محافظ المالي بحي الشكل على علامات ترقيم ذاك يعطينا صور على عنه الحمد لله أكاديمي بأن أنا قاعد أعرفك الحمد لله زميل أصلا في القراية شوف ناس أخباره يقد يقول عن هاي عليه الشعب اللي يهتم بحاله يمشي تمشي الكرام اللي يعرف أصلا حد لا يمشي تمشي رياضة معناها عنه ما هو واصل لمستواها أفوتوا آمين عود الله مثلا نمشي تمشي رياضة معناها عن اللي أنا ينقلد هوتو ما قد يحب ما هو بحالي مني يعني ما وصل للهباب غير حد لا يتريع على حد أكبر منه لا يتريع شير لوتوف لا يقولوا يا لتكم تعدلوا كذا تمشوا تمشي كذا مثلا لا يمعني له عليه هوتو أنا قاعد فهم قد يحب صفرت له أنا قاعد فهم ما يكون عن يمشي تمشي الكرام اللي يعرف مثلا الطبع اللي كان عليه الأباء ولا أنا كنت عود مهم واعر علينا والله من الصعب علينا عن مهم الناس ولكن يوصلون من المجد ومن الحفاظ على القيم ومن هذا لك هو ما خرج برأيت لها أنا بعد ولكن حالة قاعد ما هو موضوع شجاع كبر من قدو مغني حقيقي ومتمنى لك توفيق من مساء الخير مساء النور على كل حال قضية التسابق قضية فيها الحضور وعيات عد تعلق بالحالة النفسية للمتسابق وبالتالي عي المتسابق يوفق وعي ما يوفق وبالتالي مثلا ذم اللي ينعكس على النقد به اللي يعود النقاد مثلا يذنع له حتى ويعود واحد آخر شقر عليه حتى وشذن افتغار بعد ما هو ذم عن شيء به قضية التوفيق فيها متسابق يمصفة عامة عن مستويات
التناول اللي نتناولوا به النصوص به العيات تعود مختلفة، ناحية إيجابية ومن ناحية سلبية. ناحية بالنسبة للنص، أنا دائما لكن نصوص تبارك الله اللي عيد نسمع عندك نص زين، ولهنا عيد شوي قرأته بي اللي فيه ملامح زينة عندي، ملامح من اللي بتاع في هاي الطلعة. الرساب قالك نختار نبهك على الجانب السلبي في الطلعة ما يتعلق بشكلها، يعني علم قد موضوعها أنها من بدايتها لنهايتها تناولت ضيافة الشعب الموريتاني للعرب، معناها نفهم جانب آخر من الموضوع مثلا هملته اللي هو قضية التعاون العربي والوحدة العربية والعروبة إلى آخره، وهذا هو روح القمة العربية. وانت تناولت اللي يتعلق منا احنا مثلا كشعب مضياف يستقبل العرب في القمة العربية، هاي ناحية. إذا نستقرأ معايا طلعة، العرب كان اليوم تنداوى على حال يجوبيه وشاو ما هو شاو هون مجيهم فينا الوراء موجب والشعب مولي راي موجب التمرحيب. حالي نسوي لك شوي، مجيهم فينا الوراء موجب والشعب مولي راي موجب، لو هون معناه شنو؟ راود مجيهم موجب ها؟ راود مجيهم موجب تو مجيهم فينا الوراء موجب الوراء موجب يا غير شفتني تقول الوراء موجب معناها هم اللي طرح الاحتمال الثاني انهم يقدوا عود ما راهو موجب هو وبعد ذلك احسن يا لو كان هون انت لا تقول يا لو كان راهو موجب يجونا انا اخترق قاع لو ما تديرها تقول عنهم راهو موجب توف هما لو هون تعني عنهم هما راهو موجب لمجيهم توف ما هو عنهم يا لو راهو موجب انا حاليني شوف انا اللي عينك تعليه فاهمه تعينك انهم راهو موجب قاع هو اللي دار توتو يغني نقول له خلق كذا يطرح الاحتمال الثاني ويقول له اللي ما خلق راهو موجب له هون انا ما اعترض على وجود الذي له بالنسبه لي افسدت المعنى وتوف ما 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 خلات يعود ما خلات يعود دقيق حين شوي ما خلات يعود 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 مثلا بالدقه اللي ندود لها انا بعد شخصيا والله قد عود الله شي مكان الاخبار والشعب مولي راي موجب للتمرحيب ويسوى هم ذاك مولي وراي عليه الشعب اللي يهتم بحاله يمشي تيم الشاي الكرام اللي يعرف ويتم مرحب بالماشي والجاي موجب للتمرحيب هذا زين به اللي معناه ان العرب يستحقون على انهم يمرحب بهم الشعب الموريتاني هذا ملمح من قد المعنى ويسوى العرب مل انهم انهم بما انهم اخوه في 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 في, 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 في الانتماء والتاريخ والجغرافيا الى اخره انهم يستحقوا يسوى عنهم يرحب بهم وراي يسعى للشعب انه يهتم بحاله يمشي تيم الشاي الكرام انا يمشي تيم الشاي قضيتها قضيه اختلاف في الرؤيه به اللي شي من الناس اعتبر عن لو قلت يمشي تم الشاي الكرام انا قلت الحد انه يعدل لكرامته بينما واحد من الاخرين اعتبر انك لو قلتها انك نرجاش قلت له روايه يا غير مثلا قد يذهب عنها مثلا والله قد ما وصل لها اللي يعرف ويتم مرحب بالماشي والجاي بالماشي والجاي بالماشي والجاي مثلا ما هي زينه عندي هاكي خليك اللي احنا هون شادين اخبارها شادنا اخبار الجاي ما نشادنا اخبار الماشي غلط طلعة على كل حال بصفة عامة طلعة زينة ومن اغناك اللي عيت عيلنا سمعون تبارك الله اغناك دائما زين مستواها رفيع تبارك الله وشكرا هنا باسلوب الكبار وبكل سلاسة وبكل عنوان وتعكريد المعنى بدأت طلعتك هذه بالبداية المتوقعة المحتملة دخلت الموضوع من بابه اللي يلا يدخلوا منه الدخول متفرسن تماما العرب كان اليوم التنداو على حال جوبيه وقاطعا عنهم التنداو على حال جوبيه وقطعا الخارجية الموريتانية السمت ساما بالغا فنهم
كل حد منهم توصل الدعوة من الشعب الموريتاني ومن الحكومة الموريتانية بالدعوة، ما هي دعوة الدولة الموريتانية فقط، دعوة كافة الشعب الموريتاني الإخوة العرب، ومرحب بهم كافة الشعب الموريتاني، وهي قمة لكافة الشعب الموريتاني. العرب كان اليوم تنداو على حال جوي وجاهون مشيهم فينا الوراء وموجب أنا فهميلو اللاعن هون مشيهم فينا الوراء وموجب السليسة الطبيعية اللي ما عندها أي خلفية ما عندها على بابها، هون مشيهم فينا الوراء وموجب راولو موجب رد تقديم تأخير، ولو كان كبر من ضيع وترد العجز على الصدر، هم مشيهم فينا الوراء وموجب، والشعب هم اللي راي موجب للترحيب، وأسواهم ذاك ملي وراجع ذاك الشعب اللي تم بحاله يمشي تيم الشاي الكرام اللي يعرف ويتم يمرحب بالماشي والجاي. وبالطبيعة هذا تختلف في اختلاف العلماء راح الأمة، حتى مو الاختلاف النقاد راح المتسابقين، الماشي والجاي طبيعية به اللي هي وفود تمشي وترجع، الشعب الله يترقى للي ماشي منهم. ولجان انت ما تتكلم عن حالة، تتكلم عن طيلة الفترة الزمنية القمة بدايتها لنهايتها، واحدين لا يحضروا النهار الأول ويمشوا ويجوا واحدين آخرين ويمشوا، والوجود بدأت تترى وتتقاطر الحمد لله على العاصمة الموريتانية، مرحب بها معززة ومكرمة. وأنا أغطر عني الإكرام اللي يعرفوا يتم مرحب بالماشي والجاي، ما فهم اللي عاقة يكون المد طبيعة المد ومعرفة الروي، أي كاملة في تحتمل الشد، أي كاملة في البداية التام تحتمل الحروشية. لشاي تيم الشاي يكون راي بها اللي فيها راي الراء الخفيفة، الراء الخفيفة وحدها تقعد بعد شوي من أخواتها هم اللي راي موجبة. الروي فصل الحقيقة روي حافظت عليه بسلاسة، وكما قالك الأستاذ أحمد وزنت بحرفين عند القاف من جيت العقرب وعدلت فواصل ومشيت وجيت على على على, على الشعرية وعلى خواطر منطقية في زمن قصير وظرفية صعبة جدا، ونعتبر عنك من خيرة المبدعين اللي قطرينا في هذه المسابقة، ونصقع كي يمنا لجنة التحكيم الشيء تقدر تقوله هو أهم الخالق، أهم الخالق عاني أنا نجبر شيء نقوله ويجبر حد ثاني شي يقوله ويجبر واحد شي قاري ويجبر الأخرى، وذي هي النصوص اللي تقيم من النقاد وتقيم فيهم قروا النقد. إذا عاد الأمير فايت وقيام قروا جماعة أهله حتى النصوص الجيدة هي قيام تقروا النقاد باللي تشحذ همهم تشحذ بهم، مثلا روح النقد انا ماشي عند النص من زين النصوص اللي قطرينا في المسابقه قطعا عنه في صميم الموضوع، وقبل بعين الاعتبار الملاحظه اللي قال لك محمد في قضيه هذه فينا الوراي، احنا اللي سلسين والله ندعوا السلاسه ما يطرحنا اي مشكله، يعني خالقين وحدين اخرين عندهم احالات يحصل فيهم لبس، وانت ما تتقع مرة في مرحلة تاكبي لأن نعتبرك عنك فتبارك الله ما شاء الله مستواك مستوى مثلنا، يعني أنا محتاج قاع على واحد يعلن الشهد بها بشهادة بها موريتان كامل، وشكرا جزيلا. إذن مشاهدينا كان ذلكم آخر متسابق في حلقة الليلة، وهي الحلقة الثالثة من الدور الربع النهائي في شاعر المليون شاعر نسخته الثانية. مشاهدينا في ختامها نشكر باسمكم أعضاء لجنة التحكيم ونشكر ضيفينا اللذين كانا معنا في حلقة الليلة، وهما محمد السيدي محمود عضو المجلس العلمي في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وعمر العبدي نائب الأمين العام في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. مشاهدينا نشكركم أنتم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.